السلام عليكم. هذه بورش بوكستر جديدة 718 اللي غنتيستو اليوم. هاد لي بورش بوكستر بداو في 96 دونك لو بروميير موديل ديالها. هاد السمية ديال بوكستر مين بدات؟ بدات اسيدي من روتستر والموتور ديالهم بوكسير هما لقيوها عطات بوكستر. هاد الموديل ديالنا فيه 4 سيلندر، 4 سيلندر اول 4 سيلندر دارو بورش فيه 300 شيفو 4 سيلندر توربو. نسدو الطابيولو ديالها نبداو كيتسدو ليك السواس. مكيتعطلش بزاف. كنصور اخويا كنصور ثانية ثانية راه كدوز في الارشيف صوير. لا كونسومسيون ديالها مزيانة دونك دابا ديجا بهاد لي زاكسيلاسيون اللي درنا راه طلعت ل 13 وما هي اون فيل اونفيرون 10 11. ونهضر لكم على لي سونسيون فيها لا ديريكسيون بريسيز كتحس بها لاصقه في الارض دونك و لو سون ديال المونتور ما كتحسش به. 4 سيلندر زعما الصوت خدموه مزيان بورش. سبويلر هي ملي كتوصل 126 كيلومتر اور تيخرج دونك هذا باش باش الطوموبيل كتشد الارض. واحد الحاجه اللي اكتشفناها في هاد لا بورش انها كتوصل 140 كيلومتر اور كيشعلوا لي فو اوتوماتيك واخا يكون نهار. الصوت ديالها زوين وحا 4 سيلندر. المهم انا جاني احسن صوت ديال لي 4 سيلندر اللي شت عاد دوك لي اكسبلوزيون اللي فيه. الافونتاج فهاد البوكستر واخا هي هابطه 11 سنتيمتر بينها وبين الارض مي راه ساباس في الحفاري في لي دودان لي كاراج دونك يا با دو بروبليم زعما واخا في لي غوت ديالنا لي مكرفسين.